أصدقائي صباح الخير. زي ما احنا متعودين كل أسبوع بنتقابل في نفس الميعاد مع برنامج كل الناس نيوز. النهاردة هنتكلم عن موضوعات مهمة هنتحاور فيها مع بعض. عايزين نقول إن لو البرنامج النهاردة دي آخر حلقة في السنة في 2019، إن شاء الله نتقابل في 2020، بس عايزين نقول في 2019 كل الأمنيات اللي كنا تمنيناها يا رب تتحقق في 2020 لو ما كانش منها حاجة اتحققت. دخل أخ على أخته في غرفتها ووقف جنبيها وحط إيده على كتفها وقال لها: مين أقوى شخص في الدنيا؟ قالت له: أنا. فسألها تاني: مين أقوى شخص في الدنيا؟ فقالت له: أنا. فزعل قوي وسألها تالت: مين أقوى شخص في الدنيا؟ فقالت له: أنا. فسابها وحب يخرج من الغرفة، وهو واقف على باب الغرفة قال لها: مين أقوى شخص في الدنيا؟ فقالت له: أنت. فاستعجب قوي فقال لها: لما أنا سألتك مين أقوى شخص قبل كده ما كانش نفس الرد. قالت له: أنت، لأنك بعدت عني، لكن لما كنت قريب مني وحاطط إيديك على كتفي وتساندني كنت أنا أقوى شخص في الدنيا. فعلا صلة الرحم، الأخوة، القرابة بتديك قوة، بتديك اطمئنان، بتديك سعادة. صلة الرحم بتحس فيها مع كل السعادة، مع كل القوة، مع كل الراحة. صلة الرحم اللي احنا بنفتقدها في هذه الأيام. يعني ايه صلة رحم؟ يعني ايه تحس بقوة؟ يعني ايه تحس بسعادة؟ يعني ايه تحس بأمان؟ في حياتنا بنمر كتير بمراحل مختلفة من الحياة، بنقابل كتير من الناس، من أصدقائنا، بنحس إنهم قريبين مننا وفجأة بيختفوا عن حياتنا. نصاحب ناس تانيين ونمشي مع ناس تانيين ونقابل ناس تانيين، كان في مرحلة دراسية، في مجال العمل، في أي مكان بنروحه بنتعرف على شخصيات جديدة في حياتنا. كل الشخصيات اللي بتيجي في حياتنا بتشغلنا لفترة ما، بس هم ناس حقيقيين في حياتنا، مهمين في حياتنا، ولا قرايبنا اللي بننساهم، أقرب ناس لينا، الناس اللي المفروض إن احنا نهتم بيهم، اللي بيفرحوا بفرحنا وبيتأثروا جدا 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 لزعلنا، لمرضنا، لتعبنا، الناس الحقيقيين اللي ما بيخدعناش، اللي بيقولوا لنا كلام من القلب، لما بينصحونا بيبقوا جد خايفين علينا، ولما بيضحكوا في وشنا بيبقوا جد فرحانين بينا، بننساهم ونبعد عنهم، ونروح للناس المزيفين. اللي طول ما انت معاك، طول ما انت موجود، طول ما انت على الساحة، طول ما انت كويس هم وراك، لكن اول ما بتقع، اول ما بتتأثر، اول ما بيحصل اخفاق في حياتك بيبعدوا عنك. بالعكس ممكن يكونوا هم السبب في مشاكل كتير في حياتك. صلة الرحم مع نهاية السنة ومع بداية السنة الجديدة، ليه ما نجمعش اهلنا؟ ليه ما نتصلش بيهم؟ ليه ما نروح لهمش؟ ليه ما نحاولش ان احنا نقرب منهم ونكلمهم، نسأل عنهم؟ في ناس كتير في زحمة الحياة نسينا ان احنا نكلمهم، نسينا ان احنا نقرب منهم، واكيد هم مستنيين علشان نقول لهم او عشان نقعد معاهم او عشان نكلمهم وكمان نسمع منهم. بيتابعوك، اكيد بيتابعوك من بعيد، بيفرحوا لفرحك. مش هقولك ان كل الناس من قرايبك ممكن يفرحوا لفرحك، بس 90% منهم بيفرحوا لفرحك وبيتألموا لزعلك. هم دول الثروة الحقيقية، هم دول اللي في وقت الشدة هتلاقيهم، هم دول الحقيقيين اللي في حياتك، اللي ممكن في لحظة من اللحظات لما تبقى تعبان تستند عليهم. ما نضيعش الثروة الحقيقية، إحساسك بالأمان. إزاي تحس بالحب وانت مفتقد بالأمان؟ تخيل بسيط جدا، انت قاعد في بيتك في شقتك وحاسس ان ممكن عربيتك اللي انت سايبها تحت في الشارع ممكن تتسرق. هتحس بالامان في البيت؟ هتحس براحة البال؟ هتحس ان انت تدي ولادك، زوجتك واهلك اللي موجودين معاك حب؟ استحالة. لا، الاحساس بالامان حلو، الاحساس بالامان نعمة، واحساسك بالامان والقوة مش هيجي غير ما يبقى حصل ترابط اسري، ترابط عائلي، بتلم كل اسرتك، بتلم كل عيلتك حواليك بأي شكل من الأشكال، مهما كانت وظيفتك، مهما كانت مكانتك، مهما كانت
قدراتك مهما كانت ثروتك، عزوة الأهل والقرايب والإخوات لما بيكونوا جنبك لا تقدر بمال. نحاول من النهاردة، ونبتدي السنة الجديدة، نحاول من النهاردة إن احنا نقرب من الناس اللي بنحبهم. نحاول من النهاردة لو في حد زعلان مننا، واخد على خاطره مننا، أنا زعلان من حد واخد على خاطري من حد، ليه ما ابتديش بالسلام؟ ليه ما صلحوش؟ ليه ما قربش منه؟ ليه ما حسش معاه بالدفى؟ ليه ما حسش معاه بالقوة؟ كلنا محتاجين ده، بس أكتر من إن احنا نكون محتاجينه حقيقي، محتاجين نصفي نفسنا، محتاجين نزرع من جوانا ونحاول إن احنا نخلي شيء في جوانا بيقول إن احنا محتاجين أهلنا حوالينا. أنت أول ما بتتعب، أول ما بتصاب بتقول أخ، 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 أخت، أم، أب، خال، عم، ولاد عم، ولاد خال، كل دول هم عزوتك، هم قرايبك، هم الثروة الحقيقية. لما بنفتقدهم بنحس بوحدة، كتير مننا بيحس بوحدة، وحدة قوية جدا، لأنه فعلا بعد عن الأسرة وبعد عن عيلته. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.
طبعا احب ان انا اقول لكل اصدقائي وكل اهلي كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله بالسنه الجديده 2020، واتمنى لكل واحد منهم اللي ما حققش احلامه في السنه اللي فاتت انه يحقق احلامه وينجح ويتمنى امنيه، واكيد امنيته هتتحقق طالما ان هو قادر على تحقيقها، لان الامنيات والاحلام انوي خير هتحصد الخير. فعلى قد ما تقدر حاول ان انت تبتدي السنة الجديدة بحلم كبير تقدر تحققه، حتى لو حلم اكبر من احلامك ان شاء الله ربنا يحققه لك، وكل السعادة وكل الامنيات الجميلة ليهم. النهاردة كان المفروض ان الفنانة سوسن تكون معايا، بس هي النهاردة في اسكندرية علشان بتعرض مسرحية المتفائل. طبعا المسرحية بقى لها دلوقتي 3 أيام بيعرضوها، إقبال غير عادي، وكل حاجة متميزة بالمسرحية بالأعمال اللي عاملاها، وأتمنى لها إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع الجاي هتكون معانا، وهي بتعتذر لكم، فالأسبوع الجاي هتكون معانا على الهوا، وأتمنى لها إنها تحقق نجاح كبير جدا في مسرحية المتفائل. معانا تليفون، طبعا إحنا ما فيش حد مننا ما بيسمعش الإذاعة، ما فيش حد ما بيحبش الإذاعة. مذيع الإذاعة بحس إن هو شوية مظلوم، يعني عشان ورا الميكروفون، مع إنه بيقدر يخلينا نسمع وبنشوف كمان بخيالنا، بنشوف كل حاجة هو بيعملها بخيالنا، بنقدر إن إحنا نكون سعداء جدا وإحنا بنسمعه، بالذات لما يكون صوت دافي، صوت إذاعي دافي، صوت مميز. معانا مكالمة من المذيعة، مذيعة القاهرة الكبرى الإعلامية والإذاعية أميرة شاشة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام، أهلا بيك، إزيك؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب يا محمد، وكل أصدقائنا وكل الأحباب كلهم بألف خير يا رب. كل سنة وأنت طيبة، إحنا عشان السنة الجديدة وكمان علشان عيد ميلادك كان إمبارح. كل سنة وأنت طيبة أميرة. وانت بألف خير. انا الحقيقه محظوظه، يعني ناس كتير قوي بتحتفل بعيد الميلاد وبتبقى سعيده ومبسوطه بنهايه السنه وبتستعد لاستقبال عام جديد. يا رب يكون عام جميل وجديد على كل الاصدقاء وكل الناس، واللي ما عرفوش يحققوه السنه اللي فاتت يحققوه ان شاء الله السنه دي باذن الله. يا رب. انا عرفت ان اميره طبعا صديقتي العزيزه الجميله المذيعه اميره سليمان شهر زايد الاذاعه المصريه، كانت عامله لك مفاجاه امبارح. ايوه، صديقتي اميره سليمان المذيعه في اذاعه صوت العرب. الحقيقه احنا اصدقاء واحباب ودايما كده بنحب نفرح بعض ونكون يعني مبسوطين مع بعض. احنا مش زملاء في الاذاعه او كده، لا بالعكس، هي الصداقه هي اللي رابطه ما بيننا الحقيقه، وهي عملت لي مفاجاه حلوه قوي امبارح وانا بشكرها على الهوا، وده هو ده معنى الصداقه اللي احنا مفتقدينه الحقيقه في شويه في حياتنا، او قل حبه بسبب مشاغل الحياه، لكن بنلاقي الأصدقاء موجودين في كل مكان، بس احنا لازم شوية ندور عليهم ونختار كويس قوي كويس قوي، عشان احنا في الحياة دي محتاجين ان يكون في حد فعلا جنبنا، وحد صادق وحد مخلص وحد يشبه روحنا. فحقيقة أميرة سليمان حبيبتي وصديقتي تشبه روحي، وربنا يخليها يا رب ليا ويبعدنا يا رب عن العيون. يا رب يا رب. الكلام الجميل على أميرة سليمان، أميرة تستاهل كمان أكتر من كده. كنا بنتكلم النهاردة عن يعني إن إحنا ما بنحسش بالقوة والأمان غير مع الأهل والأصدقاء. فإيه رأيك في الموضوع ده؟ دي حقيقة يا محمد، يعني برغم ان ساعات كتير قوي احنا نحب نكون مثلا نقول عايزين ننفرد لوحدنا، عايزين نعيش لوحدنا، عايزين نسافر لوحدنا، لكن اللحظات اللي بنبقى فيها لوحدنا دي قد ايه بنفتقد فيها الاهل والاصدقاء. انا عن نفسي بشكل شخصي انا مش بتبسط ابدا وانا لوحدي، حتى لو الواحد بيحتاج شوية ان هو يكون لوحده، لكن في الاخر بيحس ان هو محتاج للامان، محتاج ان هو يكون مع اهله وينصحوه ويتكلم معاهم، يستشارهم، يتشارك معاهم حاجات في الحياة.
لان هي الحياه كده، الحياه روح والحياه ناس حوالينا، الحياه ما نكونش لوحدنا ولا ان احنا عايشين في جزر منعزله. المشكله ان فعلا في مغريات كتير قوي بقت موجوده في الحياه دلوقتي، بقت بتبعدنا شويه عن الاهل والاصدقاء. تمام. الحياه والواقع الافتراضي اللي احنا عايشينه على مواقع السوشيال ميديا بتفصلنا كتير عن الاهل والاصدقاء الحقيقيين الموجودين معانا جنبنا وفي بيوتنا وحوالينا وخلى في ناس مزيفين في حياتنا. للاسف. بس هو تمام. في اصدقاء طبعا على مواقع السوشيال ميديا وبيكتروا كمان، ومع احترامي الشديد ليهم، لكن الصداقه الحقيقيه هي اللي بتبقى على ارض الواقع. لما مظبوط. تتحول بقى الصداقه الافتراضيه دي، احنا تعرفنا على ناس حلوه وكويسه وجمال وكل حاجه، لكن فين المواقف اللي تبين ده؟ فين مظبوط. وقت الشده لما يكون واقف جنبي؟ فين كل ده غير لما يكون جنبي في الحياه، جنبي على ارض الواقع؟ هنا بنختبر الصداقه، هنا تمام. بنختبر قوه علاقتنا ببعض. الكلام كتير والتصنع ممكن يبقى اكتر، الوشوش الكتيره ما بتبانش غير في الحقيقه، لكن تعالى شوف كده على السوشيال ميديا هتلاقي كل الناس ملائكه، ايوه. كل الناس لما كل حلوه، الناس كل حلوه الناس وكل الناس ملائكه، بتعاني وبتقاسي. مين لدرجه ان الشرير؟ انا مره كتبت لهم قلت لهم لما انتوا كلكم بتقاسي وكلكم بتعانوا، امال مين اللي بيعمل فينا كده يا اخوانا يعني؟ في حد تاني من بره؟ يعني مين؟ طب مين الشيطان بقى اللي بيجي يعمل فينا؟ ما انتوا برضه يعني، ما في ناس منكم. طيب لكن اتفضل. كلمينا بقى على العمل الاذاعي والناس الشباب الخريجين اعلام اللي بيحبوا ان هم يشتغلوا في مجال الإذاعة، هل العمل الإذاعي مرهق متعب ولا تحسي ان هو عمل جميل كده انت بتستمتعي بيه؟ انت بتاخد شهاده مجروحه اولا مني يا محمد. بالطبع بالطبع هقول لك بكل صراحه وبكل وضوح، انا واحده من الناس اللي بعشق العمل الاذاعي. يعني لو حتى يعني خيروني وقالوا لي تسيبي الاذاعه او تروحي تسيبيه، مع احترامي الشديد بقى لكل القنوات أنا الفضائيه عارف رأيك. والتلفزيون، هقول لهم انا بحب مايك الاذاعه. تمام. مفيش اي عمل بيبقى مرهق غير للناس اللي بتحس ان هو تقيل على قلبها، وما دام العمل الاذاعي ده او الاذاعه حاجه انا بحبها وبحب اشتغلها، لو قعدت طول اليوم 24 ساعه في الاستوديو عمري ما ازهق منه ولا اتعب. الحقيقه ده مبدئي يعني في الحياه، لان الاذاعه مش مجرد يعني برنامج او مجرد معلومه بنديها للمستمع او كده، ده أشكال إذاعية كتيرة وقوالب برمجية كتيرة جدا بترسمي لوحة بصوتك. بالظبط بتقدر توصل كل اللي انت عايزه، ممكن من خلال مسلسل درامي، ممكن من خلال سيمي دراما، ممكن من خلال ريبورتاج، ممكن من خلال حوار مباشر، ممكن من خلال حوار خاص، يعني أشكال كتير قوي قوي قوي، مش مجرد فترة على الهواء أو برنامج بنسجله. لا لا لا، ده في حاجات تستمتع بيها وتخلي الناس كمان ما تزهقش. تمام. من رأيي ان العصر اللي جاي، او احنا دلوقتي في عصر يعني يختلط فيه شوية السوشيال ميديا بالتلفزيون، او السوشيال ساحب مننا شوية البساط، او يعني بيتجه ليه الناس اكتر، او الانترنت يعني اكثر انتشارا دلوقتي، لكن اعتقد في رأيي ان الفترة الجاية هو هيكون الإذاعة، أعتقد هتكون رقم واحد، لأن الحقيقة، وده مش تحايز ده حقيقة، إحنا معظم الوقت بنقضيه في الشارع وفي عربياتنا، أغلبنا عشان نروح من مشوار للتاني ممكن نقعد ساعة وساعة ونص. فهتعمل إيه في العربية غير إنك تفتح مؤشر الراديو وتدور مظبوط. على قنوات الراديو على حاجة تستفيد منها، أو حاجة تسليك، أو حاجة تشارك معاها فيه. فهو ده الحقيقة، الجمهور الأكبر لينا دلوقتي هو جمهور العيني العالق بالإذاعة. في لا انا عايز الشوارع. اقول لك حاجه كمان مهمه، ان الاذاعه هي المكان الوحيد لغايه دلوقتي اللي تحس فيه فعلا بالاحترام، تحس فيه أيوة بان هو بيقدر المستمع، بيحاول ان هو يخرج له او ينتج له او يسمعه اجمل ما في حياتنا، يعني ما فيهوش اسفاف، ما فيهوش، بتحس ان هو كل الحاجات اللي بتتذاع منقاه محترمه. الحقيقة محمد، احنا
برغم كثرة القنوات وانفتاح العالم كله، لكن احنا في الإذاعة المصرية تحديدا ما زلنا وبنأكد وبنتمسك جدا جدا بالمعايير المهنية والإعلامية اللي احنا درسناها في الجامعة وتعلمناها ودربنا فيها جوه ماسبيرو. مهما كانت المغريات ومهما كان ان احنا بنحاول نشد المستمع لينا او نشد الناس تسمعنا، لا يمكن نحيد ابدا عن اي معايير مهنيه او اعلاميه اتعودنا عليها وتربينا عليها، لان كمان الحمد لله اساتذتنا اختارونا بعنايه من خلال تمام. مسابقات رسميه واختبارات عديده جدا عشان نوصل للوضع او والتدريب لان عالي احنا كمان. نبقى قدام المايك. تمام. اتعلمنا كتير قوي، فدي كانت مخلينا دايما نتمسك ان احنا مش هينفع نقدم اي حاجه، حتى لو بنقدم شيء ترفيهي بس هنقدمه شكله عامل ازاي. تمام. بنحترم المستمع عشان المستمع يحترمنا، وبنقدره جدا وبنعظمه علشان برضو المستمع يبقى شايف ان احنا بتقدم له بنقدم له رسالة. حاجه كويسه. صح. بالظبط، بنقدم له رساله. أميرة، أنت ليكي أسلوب راقي جدا في الإذاعة، ودمك خفيف قوي قدام الميكروفون. إيه المواقف الطريفة اللي حصلت لك قدام الميكروفون؟ والله يا محمد مواقف كتيره. انا بقدم برنامج اسمه على الهواء اسمه تسعيناتي، هو برنامج منوعات شويه ويعني في نوع من انواع الذكريات الكتيره اللي ممكن تسترجعها لما كنت موجود ايام التسعينات. بقى حلو قوي. يعني برنامج ده الحقيقه بيخليني اقابل مواقف كتيره على الهواء، ببقى يعني محرجه مش عارفه اقول ايه ولا ايه. يعني منهم يعني واحد من المستمعين الجمال كان بيحكي على فترة زواجه أيام التسعينات كانت عاملة ازاي، كانت الحلقة عن أيام زواجنا أيام التسعينات كان عامل ازاي، تمام. وقال كلام في منتهى الجمال والحلاوة على وقت ما تعرف على مراته وعمل لها فرح وبتاع، وكان الحوار ممتع. قفل بعدها ما فيش بعشر دقايق لقينا تليفون تاني من سيدة أخدناها على الهواء عادي جدا، وبعدين فوجئنا ان هي دي مراته، وقالت على فكره كل اللي قاله جوزي ما حصلش. هو ما رضيش يخليني ارقص على الستاج، وهو ما رضيش يخليني اغني، هو ما رضيش. يعني هي كشفته الحقيقه، بس كان موقف طريف جدا، كانوا بيهزروا طبعا. تواصلتي معاهم بعد كده وعرفتي الدنيا راحت فين؟ انا قلت لهم خلوا بالكم من نفسكم ارجوكم، يعني اتصلوا بيا كل اسبوع. طبعا. لا يعني بتبقى مواقف كتيرة طريفة. يعني منهم واحد تاني برضه محمد، يعني قاعد يقول كلام جميل في حق البرنامج، وان هو متابعني من اول ما البرامج القديمة كمان، وقاعد يعدد لي برامجي القديمة، وفي الاخر يعني كان بيقول لي هو ما انت حضرتك مرتبطة الكلام ده على الهواء. فطبعا اضطريت ان انا اعتذر للناس واعتذر لهم شكرا، يعني هنعدي الموقف ده. طبعا بجد انا سعيد النهارده ان انا بتواصل معاكي، وان احنا كمان كل مشاهدينا بيسمعوكي. برنامجك الساعه كام؟ برنامجي النهارده من 7 ل 8 على الهواء، من 7 مساء للساعه 8، ويعني ادعوك وادعو كل المشاهدين الجمال اذاعه ان القاهره هم الكبرى 102.2 بالظبط كده على نايل سات 11766 افقي، وفي رابط انترنت بس مباشر لهواة الانترنت يقدروا يسمعونا من عليه. والحقيقه انا بشكرك يا محمد جدا جدا على ايه؟ على على ايه؟ اسلوبك الراقي وكلامك الجميل، والحلو ان احنا نفتح كده نصحى الصبح نسمع برنامج جميل وراقي زي برنامجك كده على القناه، ونستمتع بالكلام الرائع اللي انت بتقدمه للساده ربنا المشاهدين. يخليك يا اميره، وكمان بالليل نسمعك كمان في اذاعه القاهره الكبرى. تحبي تقولي ايه بقى لكل اصدقائك وكل مستمعينك ومشاهدينك دلوقتي في العام الجديد؟ انا حابه اقول لكل الناس اللي ممكن بيكونوا بيتفرجوا علينا دلوقتي، يمكن سنه عدت عليك ما تكونش كلها حلوه، ما تكونش فيها لحظات يعني بتحبها وكنت تتمنى فيها حاجات ما تحققتش، دايما خلي عندك امل وتفاؤل وحرص ان انت لازم لازم يكون في حاجه جديده في حياتك، فرح نفسك يعني حتى لو الظروف المحيطه مش مفرحاك، لكن دور على الفرحه كده بمنكش زي ما صح بيقولوا انكشها وهاتها. ده مبدئي الحياه، في الحياه مهما حصل. واتمنى كل الاصدقاء وكل المشاهدين اللي بيسمعونا يكونوا بيحضروا حاجات حلوه ليهم وللناس اللي حواليهم ويفرحوهم،
في السنة الجديدة إن شاء الله، وكل سنة وأنتم بألف خير يا محمد، أميرة كل سنة بتمنى وأنت لك، بألف خير، وأنت كمان شكرا يا صديقي أميرة، العزيز. شكرا يا أميرة. أميرة صباح الخير، وبتمنى لك يوم سعيد وسنة سعيدة 2020، وبجد أسعدتيني مع النهاردة بالمكالمة الجميلة دي. أصدقائي، قد إيه العمل الإذاعي ممتع بجد، قد إيه العمل اللي أنت تحبه وتقدر تسعد نفسك بيه تبدع فيه. العمل الإذاعي ده سحر، سحر طبعا، الفضائيات سحر آخر، لكن قد إيه مذيع الإذاعة قد إيه بيتعب علشان يقدر يعمل مجهود كبير جدا، علشان بصوته بيقدر يرسم لك لوحة كبيرة جدا من الخيال، من المتعة، من حاجات كتير جدا بنتمناها. زميلتنا نيفين حسن عملت لنا تقرير، التقرير ده مع المهندس عصام طلبة القائم بأعمال رئيس حي المرج. حي المرج من أحياء القاهرة الكبرى. الحي ده يعتبر حي محتاج شغل كتير، محتاج مجهود كتير، في شباب بيعملوا مبادرات كبيرة جدا لتنظيف الحي والاهتمام بيه. كل القائمين من العائلات اللي موجودة في الحي بيعملوا أعمال بالمجهود الذاتي، مدارس، مستشفيات، بيساعدوا الدولة، وده دورهم إن هم يساعدوا الدولة ويساعدوا كل الأجهزة في إن هم يكونوا موجودين، وإن هم يقدروا يخلقوا السعادة ويعملوا مباني وخدمات مهمة للحي. نيفين قابلت مهندس عصام طلبة القائم بأعمال رئيس الحي. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني. في البداية أحب أرحب بمشاهدين برنامج كل الناس نيوز، وبرحب بضيفي المهندس عصام طلبة القائم بأعمال رئيس حي المرج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، وأهلا ببرنامج كل الناس، وأهلا بقناة الصحة والجمال في حي المرج. نود في الأول إن احنا نتعرف عن حي المرج. حي المرج أولا من الأحياء اللي هي مساحتها 28 كيلو، عدد سكانها يزيد عن 2.5 مليون نسمة. حي من الأحياء اللي كانت تابعة في وقت من الأوقات لمحافظة القليوبية، وتم ضمها لمحافظة القاهرة في السبعينات. ده حي المرج. طيب، ما هو الدور الأساسي اللي بيقوم به حي المرج بشكل عام للحصول على صورة مشرفة في خدمة المواطن؟ حي المرج بيشتغل على ثلاث محاور أساسية، وده دوره في كتنفيذيين موجودين في المكان. بنشتغل أولا على موضوع النظافة اللي بيقرب كل الناس تقريبا على مستوى المحافظة كلها، أحد الشغل الشاغل ليهم موضوع النظافة، فاحنا بنشتغل عليه. بالإضافة بنشتغل على موضوع الإنارة في حي المرج، إنارة الطرق العامة وجميع الأماكن. بنشتغل على موضوع الرصف ده عندما تنتهي المرافق الأساسية في المكان اللي احنا بنشتغل عليه أعمال رصف. طيب، إيه هي السلبيات اللي موجودة في حي المرج؟ السلبيات قلة الإمكانيات المادية، عدم الوعي لبعض كل الناس، مش هقول لكل الناس، دي سلبيات أساسية. قلة الموارد بالنسبة لي طبعا بتقرقني، طبعا زي ما قلت لسعادتك في بداية ان ده حي المرج مساحته 28 كيلو، فميزانيته ما تنفعش يكون زي ميزانية حي من الاحياء الراقية زي مصر الجديدة والنزهة، الاحياء اللي هي ما عندهاش مشاكل حقيقية. انا حي بالظبط، انا بعادل 8 احياء، انا بعادل احياء المنطقة الجنوبية بالكامل اللي عددها 8 احياء، ده من حيث المساحة. فانا محتاج زيادة من الموارد على اساس ان احنا نقدر نقوم بالاعمال المطلوبه مننا على اكمل وجه. المواد الماليه قليله، وطبعا دي احنا مش هنتكلم فيها عشان دي ميزانيه دوله، وطبعا ده ماشي وعام على كل الناس، فاحنا بنشتغل باللي موجود عندنا. فانا بتمنى من المواطنين اللي بسكان حي المرج يبقى عندهم وعي ان الحي بيشتغل بميزانيه محدوده، على اساس ان طلباته تبقى في حدود اللي موجود، لكن احنا هنشتغل وهنجتهد، وباذن الله تعالى نتمنى من الله ان احنا نخلي حي المرج في ابا صور بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ما هي الخطه المستقبليه للحي؟ الخطه المستقبليه اللي انا بشتغل عليها دلوقتي طبعا زي ما قلت قله الموارد المائيه، والدوله مش هتقوم بكل شيء بنفسها، فانا دلوقتي شغال بشتغل حاطط ايدي في ايد المجتمع المدني. المجتمع المدني دلوقتي حاليا بيساعدني، بيوفر لي بعض المعدات في حدود امكانيات الشخص اللي بيجي يقدم يد العون،
وانا بشتغل بالمعدات دي بالاضافه للمعدات اللي موجوده اللي عندي، على اساس ان انا اقدر اسيطر على موضوع المخلفات والكمامه اللي موجوده في الشوارع، على اساس لو اشتغلت بالامكانيات اللي عندي بس هتفضل المشكله قائمه. لكن احنا بنحاول نحل فيها من خلال المجتمع المدني ومن خلال المساعدات اللي بتقدم للجهات التنفيذيه ان احنا نقدمها لسكان حي المرج. طيب ايه هي الاجراءات اللي بتتخذ ضد موظف اللي هو بيتقاعس عن عمله؟ الموظف ممكن يرتكب مخالفتين، مخالفه تؤثر عليه هو شخصه، ومخالفه تؤثر على علاقه الجهه التنفيذيه بالمواطن. والنوع الثاني من المخالفات هو ده اللي بيهمني جدا، ان يجيني مواطن يشتكي ان اللي تم التعامل معاه بصوره سيئه او تم ابتزازه، فانا دايما بحاول ان انا احسن علاقه الحي بكل سكان المنطقه. اقل سكان المنطقه بيدخل هنا بيلاقي الخدمه وبيلاقي المعامله الحسنه، فانا بتمنى وبطلب من جميع الموظفين عندي ان هم يكونوا على نفس المستوى من المعامله، على اساس احنا موجودين في المكان خدام للسكان المكان ولسنا اسياد بالنسبه ليهم. فانا طبعا الموظف اللي بيعمل مخالفه بهذا الشكل فانا طبعا بحاجبه وبحوله لشؤون قانونيه، على اساس ان انا حافظ دائما على العلاقه الطيبه اللي ما بيننا وبين المواطن في الشارع. طيب ايه هي الرساله اللي حضرتك تحب توجهها لابناء حي المرج؟ بقول لابناء حي المرج الحي محتاج لمساعدتكم، مش انتوا اللي محتاجين لمساعدتي في الوقت الحالي، انا هقوم بعملي على اكمل وجه، لكن انا محتاج مساعدتكم بالفعل، على اساس ان انتوا شايفين انا بقول لكم بصوت عالي الميزانيه محدوده والامكانيات محدوده، ومحتاج مزيد من الدعم على اساس ان احنا نقدر نقدم جميع الخدمات بالصوره اللائقه بسكان حي المرج. اصدقائي، في نهاية اللقاء لو عندكم أي مشكلة أو أي شكوى تقدروا إن أنتوا تتواصلوا معنا على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. وفي نهاية اللقاء بشكر حضرتك جدا على لقائك وعلى استضافتنا، وإن شاء الله نتمنى إن حضرتك تيجي تنورنا طبعا في البرنامج بتاعنا. يا فندم أنا سعيد وتحت أمر الإعلام في أي مكان، على أساس إن احنا نوضح الرؤية لجميع سكان حي الملك. سعدنا بلقائكم وشكرا جدا لحضوركم معنا. طبعا بشكر نيفين قوي، شكرا نيفين على التقرير الجميل ده، وبشكر المهندس عصام طلبة القائم باعمال رئيس حي المرج، واصدقائي من كل سكان حي المرج في رقم الواتس هيظهر دلوقتي حالا، اي حد عنده شكوى، اي حد عنده طلب عايز يوجهه لرئيس حي المرج المهندس عصام طلبة يبعت لنا على الواتس، واحنا على طول هنتواصل معاه وهنشوف ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هل الشكوى بتاعتك اتحلت ولا لا، لان فعلا المهندس عصام طلبة عامل مجهود رائع جدا في الفتره دي وبيقوم باعمال كبيره جدا، وزي ما احنا بنقول ان لما بتحب شغلك وبتحب المكان اللي انت موجود فيه هتبدع فيه. ولما اتقابلنا معاه كمان هو قال ان في مجموعه من الفعاليات اللي هتبقى موجوده في الحي الفتره اللي جايه ان شاء الله هنصورها، وان شاء الله هنكون معاه في اي مكان في اي حي، اي حد هيبتدي ان هو يشتغل على ارض الواقع يبعت لنا على الواتس فيديو صغير واحنا هنعرضه. اي شاب من الشباب عنده فكره، عنده مشروع، عنده اي حاجه عايز يعرضها عندنا هيبعتها على الواتس اللي موجود على الشاشه، وعلى طول هنتواصل معاه وهنعرضها لكم. برنامج كل الناس نيوز بيحاول ان هو يظهر كل الايجابيات اللي موجوده في الشارع. السلبيات في موجود سلبيات، هنحاول نعالجها لما نحط ايدينا في ايدين بعض. نحاول نغيرها؟ أكيد هنحاول نغيرها، وأكيد هنحاول نغيرها لما يكون جوانا الشجاعة والقدرة إن احنا نقول ده غلط، الشجاعة والقدرة إن احنا نواجه نفسنا بالغلط ده علشان نغير منه. مفيش حد هيغيرنا، احنا لو عايزين حينا مكاننا بلدنا تبقى لقدام لازم نزق فيها، لازم نحاول معاها، منحاولش إن احنا نتفرج على غيرنا ونقول هو اللي يسحب البلد لقدام، هو اللي يجرها لقدام. انت فين دورك؟ دورك ابتدي من نفسك، ابتدي ببيتك، ابتدي باسرتك الصغيره. لو قدرت تعمل الجزء الصغير ده، كل واحد اهتم باسرته الصغيره، باسرته الصغيره، اسرتنا الصغيره هتعمل منطقه، هتعمل حي، هتعمل مدينه، هتعمل محافظه، هتعمل وهنصنع وهنقدر نغير من مصرنا، مصرنا امنا اللي بنحبها كلنا، اللي بنتمنى ان في كل يوم تبقى اجمل، تبقى اقوى، تبقى في بين الدول
متقدمة، مش هتبقى متقدمة غير بإيدينا، بقوتنا وبإرادتنا في التغيير. يا رب يا رب على طول احفظ مصر واحفظ كل الناس اللي بنحبهم. طبعا نيفيل النهارده كان المفروض انها تكون معانا، بس للاسف بنتمنى لها الشفاء العاجل، لانها على ما اعتقد وقعت على رجلها ومصابه في البيت، فان شاء الله تبقى معانا الاسبوع الجاي لو تعافت ان شاء الله. الحاجه الثانيه عايزين نتكلم فيها، احنا متعودين في كل حلقه من الحلقات ان احنا بنقدم مسابقه وبنقدم مجموعه من المسابقات. النهارده عندنا مسابقتين وهنبعت على طول على الواتس. المسابقه الاولى من مطعم وكافيه توجور. مطعم وكافيه توجور بيقدم لنا في خلال رأس السنة في السنة دي، في احتفالية رأس السنة، مجموعة من المفاجآت ومجموعة من الهدايا ومجموعة من العروض المميزة جدا. طيب عايزين سؤالنا النهاردة عنوان مطعم وكافيه توجور فين؟ لو احنا ركزنا جدا في الإعلانات اللي بتيجي هنعرف العنوان ومطعم كافيه توجور فين؟ ابعتوا لنا على الواتس، واكيد الحلقه اللي جايه هنعمل سحوبات وهنعمل سحب. عندنا جايزتين في كل حلقه، الجايزه الاولى دعوه لعشر فردين، والجايزه الثانيه 250 جنيه. عايزين نقول ان الجوائز اللي بتقدم لنا ده بتتقدم لكل اللي بيشوفونا علشان نرسم البسمه اليوم. مع بدايه السنه الجديده هيكون في مسابقات اكتر، هيكون في جوائز اكتر، هيكون في عايزين نبتدي السنه الجديده بحاجات جديده. عايزين نبتدي السنه الجديده مع بعض ان احنا نحاول نرسم البسمة على كل وجوه الناس اللي بيشوفونا. ده دورنا، الدور المهم جدا ان انت تحاول تقرب من الناس اللي بتحبك. رسالة حب، رسالة حب من الرجل للمرأة. قلنا قبل كده ان بعض القنوات، بعض المذيعات بيحاولوا يخلوا المرأة اقوى ضد الرجل، بيخلوا الست تستعفى على الرجل. مهما الست حاولت انها تبقى اقوى فهي الأضعف. مش الأضعف علشان الرجل الأقوى، هي الأضعف لأنها مخلوق لطيف، مخلوق جميل، مخلوق محتاج أن حد يطبطب عليه، محتاج حد يسنده. فدايما ما نحاولش أن أنا أبقى الأقوى وأنا حاسس أن أنا أضعف. طيب الطرف الأقوى اللي هو الرجل يجب أن يحتضن الطرف الأضعف وما يستعفاش عليه وما يستقواش بيه وما يستقواش عليه. لازم يكون على الأقل يهتم بيه، يرعاه، يساعده في نجاحه. في نقطة مهمة جدا ما بين الرجل والمرأة وهو الغيرة من النجاح. الغيرة من النجاح، اوعى تغير من مراتك، من زوجتك، من حبيبتك وهي دايما بتنجح. حاول تكون انت السند ليها، حاول تكون الدافع ليها لنجاحها. ما تحسشهاش ابدا بانك غيران منها او متضايق من نجاحها. بالعكس، طول ما انت وطول ما هي حاسة ان انت جنبها، طول ما حاسة ان انت في ظهرها، أكيد هتبقى أقوى وهتبقى أحسن. لأن المرأة هي، مش هنقول نص المجتمع، لا 90% من المجتمع، لأن هي الأم، الأخت، البنت، الزوجة، الحبيبة، الست، هي اللي بتعمل مجتمع كامل. تهتم بابنها اللي هو بيكبر ويبقى راجل ويتجوز ويصنع جيل جديد. المرأة بجد بجد يجب أن احنا نراعيها ونهتم بيها، لان المراه في حياتنا. مش هقول ان ان ان, إن احنا ما نقدرش نعيش، لا فعلا انا ما اقدرش اعيش من غير امي، من غير اختي، من غير بنتي، من غير زوجتي، من غير كل الناس اللي بحبهم في حياتي. دول هم اللي بيرسموا البسمه في حياتي، وهم اللي بيرسموا الامل وطريق كبير جدا، طريق من النجاح لازم نشاركه مع بعض. علشان نقول دعوه للحب، دعوه للحب لكل رجل انه على قد ما يقدر، على قد ما يقدر يهتم ببيته. بيتعب في شغله، بيروح بيرجع، بس حاول على قد ما تقدر اسمع الناس اللي مستنيينك، اسمع الناس اللي مستنيين ان انت اول ما ترجع. مش هقول لك، مش هتكلم على الغداء، مش هتكلم على اللبس، مش هتكلم على الاهتمامات البسيطه اللي ممكن تكون شايفها بسيطه، بس في حاجات اهم، في حاجات اكبر، في حاجات انت ما بتحسش بيها غير لا قدر الله لو افتقدناها. ما بتحسش بالصحه غير لما بنحس ان احنا مرضى. ما بنحسش بالنظافة غير لما تحس في مكان انت عايش في مكان مش نظيف. ما بتحسش بقيمة الأمان والحب والدفى غير لما تفقده. احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، عايزين نجمع كل الناس اللي بنحبها، عايزين نحاول ان احنا نسعد نفسنا ونسعد اللي حوالينا ونسعد أهلنا. مع بداية السنة الجديدة، مع 2020، عايزين نحط خريطة جديدة للنجاح، خريطة جديدة لحياتنا، خريطة جديدة
لقلبنا، ازاي نحس بالحب، ازاي نستشعر بوجود قلب بيدق وبيقدر انه يحب كل اللي حواليه ويغرز الحب ويعمل رسائل حب لكل اللي حواليه علشان تجمع بعد كده في السنة الجديدة كل الحب من الناس اللي بتحبك. بالحب ابتدينا النهاردة حلقتنا، وبالحب ننهي الحلقة، وانتظرونا الأسبوع الجاي إن شاء الله مع برنامج كل الناس نيوز قبل الميعاد بساعة. شكرا، أتمنى لكم يوم سعيد.